اسمعني مزيان، اسمعوني مزيان، راه كاع الناس او لا الاساتذه، بعض منهم ماشي كلشي في المغرب ولا انا بوحدي هو اللي واعر ولا لا 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 لا، كاينين بعض الاساتذه او لا بعض منهم كيعلموا الناس في العقبه، لان خصوصا المبتدئين العقبه كتجيهم صعيبه بكل وضوح. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه انا متاكد نوض انت ولا انت اللي كتشوفني غير نوض ديرها في العقبه وتشوف واش غادي تجيك صعيبه. اقسم بالله ما تجيك صعيبه، غتطبق هذا الشيء هذا اللي غادي نوريكم دابا، لان انت الطوموبيل راه موقفه، جبتها انا العقبه اللي هي كبيره وموقف الطوموبيل، وها هي راه غادي نوريكم كيفاش غادي تقلع في العقبه بكل وضوح. هاجيو تشوفوها انت دابا الطوموبيل، ها هي راه واقفه، ها هي راه واقفه في العقبه، كلشي الامور ساكت كما كنقولوا. نتوما ملي توقفوا في العقبه اغلبيه ديال الناس ملي كيبغيو يقلعوا كترجع لهم الطوموبيل اللور، وكيخافوا على ضرب شي طوموبيل من اللور، وغالبا راه كضرب الطوموبيل لان كتكون واقف ستوب ولا تبغي تقلع اترجع بك الطوموبيل اللور. وكاع الناس اللي كيوريو عاود كذلك العقبه يطلعوها بالفران ديال اللي راه غلط، هذاك الشيء التعلم قديم داك الشيء باش نطلعوا العقبه ادير الفران ليد، داك الشيء غلط. غادي نوريكم كيفاش تطلعوا العقبه لا داعي بالفران ليد غير بالرجلين ديالكم. غادي نديماري الطوموبيل هكا، شوفوا شنو غادي ندير، ركزوا معايا مزيان شنو غادي ندير. هنا لومبرياج والفران، غادي ندير بروميان، غادي نحيد الفران ديال ليد. دابا نتوما شنو كيوقع لكم ملي كتبغي تقلع كتحيد رجليك على الفران كترجع بك اللور، كترجع بك اللور. يعني شنو خصنا نديرو، غادي نقاد هذا الباب، شنو خصنا نديرو، كتخلي رجلك على الفران، هادو هما النقاط ما تخليهمش يدوزو، راه هذه هي النقطة اللي كتجي لأغلبية الناس صعيبة شي شوية في العقلة. خلي رجلك على الفران وكتعلي رجلك على اللومبرياج بحال هكا، حنا دابا راه واقفين، أنا كنوريكم غير اللي طاب طاب، كتهز رجليك على اللومبرياج هكا بشوية بشوية حتى كتحس، غتحيد رجليك على اللومبرياج بحال هكا غير بشوية، ماشي كامل غير بشوية، ملي تحس بالطوموبيل بدات كترعد تما شنو خصك دير رجلك ديال الفران كتحيدو وكتكسيري شوية كتزيد الطوموبيل. صافي الإخوان، راه شوف راه الا ما درتيش هاد القضيه هادي وكون على يقين ان غير تزول رجليك على الفران تحيد رجليك على الفران ترجع بك الطوموبيل اللور، يعني الاول اللي خصك دير كتهز رجليك على اللومبرياج هو الاول بشويه بشويه هكا بشويه بشويه حتى كتحس بالطوموبيل بدات كترعد، حتى تحس بالطوموبيل بدات كترعد حيد رجليك على الفران وكسيري شي شويه، راه كتزيد لك القدام هكا ما كترجع لكش نهائيا اللور. الاخوان شوف اسمعوني مزيان نقول لكم واحد الحاجه، راه كاع اللي كيقول للناس دير الفران ديال ليد راه غلط، داك الفران ديال ليد كان شحال هادي التعلم ديال شحال هادي، خلي رجلك على الفران ولومبرياج دير بروميان وحيد رجلك حيد الفران ديال ليد وبقى ترخي لومبرياج هو الاول، رخي لومبرياج هكا هو الاول كتهز شوفوا الحركات مزيان عاد ملي كتحس بالموتور تبدل فيه الصوت، يعني الطوموبيل كتبغي تزيد ديك اللحظه راه كتبغي تزيد، غير حيد رجليك على الفران وكسيري شويه راه غطلع لك في اي عقبه، ها هي ها شتيها راه كتزيد الطوموبيل. كنتمنى من عند الله من هذا الفيديو هذا انكم تطبقوها في اي عقبه كما بغا تكون. انا جيت لهنا لبلاصه خاويه باش ناخذ راحتي في الشرح ونوصل لكم معلومه مزيانه، اي عقبه كما بغا تكون طبق هذه المعلومه هذه، خلي رجلين ديالك طلق لومبرياج طلقو حتى للنص تحس بالطوموبيل بدات كتزيد، ديك الساعه غير حيد رجليك على الفران وكسيري راه غادي تمشي الطوموبيل. وبارطاجيها لان راه بزاف ديال الناس محتاجين هذه المعلومات، وخصوصا العقبه راه راسلوني الناس جاتهم العقبه قاصحه، ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم.